We're not in a recession. But let me just give you what the facts are. التقرير بتاع الناتج المحلي الإجمالي للكوارتر الثاني أو ثاني ربع في السنة اللي هو إبريل ومايو ويونيو نزل وكان بالناقص، كان ناقص 9 من 10. الكوارتر الأولاني اللي هو يناير وفبراير ومارس كان برضو بالناقص، ناقص 1.6%. يعني أمريكا 2 كوارتر أو ربعين من السنة ورا بعض بالناقص. كل المحللين الاقتصاديين في العالم اعترفوا لو الناتج المحلي الإجمالي بتاع بلد نزل 2 كوارتر ورا بعض وأصبح بالناقص، معناه البلد دي في ركود اقتصادي أو ريسيشن، أو داخلين على ريسيشن أو داخلين على ركود اقتصادي. We're not in recession. But let me just give you what the facts are. في حاجة يا جماعة اسمها منحنى العائد المقلوب أو الـ inverted yield curve. معناه إيه؟ منحنى العائد المقلوب معناه إن سندات الخزانة الأمريكية قصيرة المدى اللي هي السنتين بتكون أعلى من سندات الخزانة الأمريكية طويلة المدى اللي هي العشر سنين. آدي السنتين 2.884 وآدي العشر سنين 2.633. الجايد ده بيستخدموه من سنة 1984، أول ما سندات الخزانة قصيرة المدى بتطلع فوق سندات الخزانة طويلة المدى، بيقول الاقتصاديين الموجودين في البلد إن إحنا في ركود اقتصادي أو داخلين على ركود اقتصادي. الجايد دوت أو العلامة ديت استخدموها جماعة من سنة 1984 لغاية النهاردة، وكل مرة بتطلع مظبوطة. فزي ما انتوا شايفين آدي سندات الخزانة، ده النهاردة اللي هو آخر شهر جولاي 2022، وانتوا شايفين ان قصيرة المدى اعلى من طويلة المدى. We're not in recession. But let me just give you what the facts are. الحاجة يا جماعة اللي احنا لازم نبص عليها في الفترة اللي جاية ديت هي معدل البطالة او الـ unemployment rate. انا عارف ان معدل البطالة بتاعت شهر يونيو 2022 كان 3.6%، يعني رقم كويس جدا. بس اللي حصل ان في شهر جولاي، الشهر اللي احنا فيه دوت، أنا قريت مقالات كتيرة إن في شركات كتيرة جدا بدأوا يمشوا الناس بكميات كبيرة جدا الشهر اللي احنا فيه. يعني انتوا لو عملتوا سيرش على النت مين الناس أو الشركات اللي هي بتمشي الشغيلة الأيام دي، هتبص تلاقي إن في شركات كتيرة جدا. عشان كده معدل البطالة اللي جاي دوت ده مهم جدا 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 لنا. معدل البطالة بتاع شهر جولاي أو الشهر اللي احنا فيه دوت هينزل الأسبوع الجاي يوم الجمعة الجاية، يعني أسبوع من النهاردة تقريبا اللي هو أوغست 5. فالرقم ده إحنا لازم نبص له ونبص عليه كويس جدا، لأن الاحتياطي الفدرالي في الميتنج اللي فات قال إن هو هيبص على حاجتين، قال إن هو هيبص على معدل البطالة وهيبص كمان على معدل التضخم. وزي ما إحنا عارفين إن الشهر الجاي اللي هو أوغست أو شهر أغسطس مفيش ميتنج للاحتياطي الفدرالي، فهو قال ان هو هيبقى عنده رقمين لمعدل البطالة ورقمين لمعدل التضخم، وهو الرقمين دول بتوع البطالة والتضخم هيحدد بيهم ارتفاع الفايدة هيكون قد ايه في شهر سبتمبر. We're not in recession. But let me just give you what the facts are. فهي الفكرة يا جماعة مش موضوع ان الاقتصاد بينزل ولا ما بينزلش، الفكرة ان الاحتياطي الفدرالي عايز يقلل في الاقتصاد عشان يتحكم في التضخم. بس للأسف هم مش عارفين يتحكموا في التضخم، لان انتوا لو اتفرجتوا على الفيديوهات اللي انا نزلتها بتاعت التضخم هتلاقوا ان السبب الرئيسي في التضخم النهاردة هو سعر البترول. طب سعر البترول النهاردة زي ما انتوا شايفين على 98.5 دولار. مش بس كده، يعني طلع 2% النهاردة، بس بصوا ده خلال الخمس أيام اللي فاتت، خلال الخمس أيام اللي فاتت كان 95، والنهاردة لغاية دلوقتي وأنا بسجل الفيديو كان 98.5. بس شوفوا النهاردة في وقت من الأوقات كان وصل ل101.5 دولار. يعني هم أسعار البترول عمالة تطلع، أسعار البترول عمالة تطلع، معناها
ان اسعار البنزين عماله تطلع، معناها ان التضخم مش عارفين يتحكموا فيه، معناها ان الاحتياطي الفيدرالي هيتم يعلي الفايده، معناها ان هو الكلام اللي هو قاله في الميتنج اللي فات ان هو هيعلي الفايده 1%، الكلام ده بجد؟ تعليه الفايده 1% يا جماعه عالي جدا جدا جدا، وده ممكن يكسر الاقتصاد. فسواء ان احنا في ركود اقتصادي ولا داخلين ولا، فاحنا التضخم بتاع البلد عالي جدا جدا جدا. فعشان كده احنا بس مش في ركود اقتصادي، لا، احنا في وضع تاني اسمه ستاك فليشن. ستاك فليشن اللي هو التضخم العالي مع ركود اقتصادي. وانا نزلت فيديو يا جماعه حلو جدا على موضوع الستاك فليشن، انا هحط لكم اللينك بتاعه. We're not in recession. But let me just give you what the facts are. طب خلاصة الكلام يا جماعة، هل احنا داخلين على ركود اقتصادي ولا مش داخلين على ركود اقتصادي؟ الصراحة لا يعني لنا أي شيء. ليه؟ لأن كل الاقتصاديين بتوع البلد اتفقوا على حاجة واحدة بس، إن الاقتصاد بتاع أمريكا في الفترة الجاية هيبدأ يبطئ بشكل كبير جدا، سواء بقى سموه ركود اقتصادي ولا سموه ان الاقتصاد بينزل ولا، المهم كل الكلام دوت هيرجع لحاجة واحدة بس، ان الاقتصاد هيبدأ ينزل. اول ما الاقتصاد ينزل ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان البطالة هتبدأ تزيد والشغل هيقل. فعشان كده اللي انا بنصحه للناس في الفترة اللي جاية، يا جماعة اللي عنده شغلانة يتمسك بيها. لو انت بتدور على شغل وما عندكش شغلانه، حاول ان انت تجيب شغل في الفتره القصيره القادمه، لان بعد كده هيبقى صعب جدا انك تلاقي شغل. بالنسبه لمصاريفنا، نقلل المصاريف، لان اما بيحصل ركود اقتصادي فالدخل بتاع الاشخاص بيقل، فاحنا المفروض نقلل مصاريفنا، وزي ما بيقولوا القرش الابيض بينفع في اليوم الاسود. واحنا الصراحه يعني ما تزعلوش مني، احنا داخلين على ايام سوداء، بس احنا داخلين على ايام سوداء. انا مش متشائم، انا بحاول ان انا اكون مستعد. ان انت تكون مستعد يا جماعه مش معناه ان انت تكون متشائم. خلينا نستعد للفتره اللي جايه، بدل ما نسمع للناس اللي بيقول لك اه العمليه ورديه. هي العمليه مش ورديه خالص زي ما انتوا شفتوا في الحلقه بتاعت النهارده. بس كمان احنا ما ينفعش نكون متشائمين. عشان كده هي الحلقه بتاعت النهارده أنا بوضح للناس الوضع الاقتصادي اللي إحنا داخلين فيه. يا ريت الحلقة تكون عجبتكم، لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش اللايك، ولو عجبتكم القناة ما تنسوش تشتركوا فيها، والسلام عليكم.